حسن محمد المدير الفني لفريق 2005 واللي فاز النهارده على نادي الزمالك. الف مبروك يا كابتن حسن. كابتن اسامه حبيبي، ازي حضرتك؟ الله يبارك في حضرتك يا كابتن. صوتك راح فين؟ الو، ايه يا كابتن حسن؟ كابتن اسامه حبيبي، ازي حضرتك؟ الف الف مبروك النهارده، يعني النادي الاهلي يستحق الفوز النهارده. ادارة المباراه يعني بكفاءه عاليه جدا رغم الغيابات الكبيره عن فريق 2005. الحمد لله رب العالمين، بشكر ربنا طبعا على توفيقه لينا النهارده، ومكسب مهم، مكسب محترم على نادي كبير زي نادي الزمالك في ملعبه وفي وسط جماهيره. مبروك طبعا لمجلس الاداره واداره القطاع وجماهير النادي الاهلي والجهاز المعاون واللعيبه اللي بشكرهم جدا النهارده. الحمد لله يعني اجتهدنا وتعبنا الفتره اللي فاتت، وربنا النهارده الحمد لله اكرمنا ووفقنا كده في الماتش الحمد لله. عندك غيابات كبيره يا كابتن حسن، لكن قبل المباراه ما اشتكتش. عندك واحد زي احمد خالد كباكا، واحد من نجوم الفريق، واحد زي محمد زعلوك اعاره المودرن فيوتشر، عبد الله بوستانجي اعاره، واحد ايضا من نجوم الفريق محمد عبد الله اصابه، محمد رفعت كان فتره مصاب وراجع النهارده. غيابات كبيره، لكن قدرت تلعب بتشكيله وتوليفه النهارده، كان ليك اليد العليا في مباراه اليوم. الحمد لله كابتن اسامه، والله يعني طبعا بشكر حضرتك على الدعم الكبير جدا اللي احنا دايما بنشوفه من كل فرد جوه النادي الاهلي وخاصه في المنظومه الاعلاميه. بشكر حضرتك جدا. يمكن زي ما حضرتك قلت، احنا الهيكل الرئيسي اللي احنا كنا بنشتغل فيه من بدايه الموسم مش موجود. بستانجي المكساك، كباكا في نص الملعب، زعلوك الفرود، عندنا محمد عبد الله كان مصاب وان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى يرجع، عندنا محمد رأفت كان حوالي اصابه 3 اسابيع لسه نازل الملعب بقى له 48 ساعه، ابراهيم عادل نفس الكلام اللي بدا النهارده راجع من اصابه بقى له 4 5 ايام، حسام عادل كمان اخوه التوأم مصاب، حسام ربنا يشفيه اصابه كبيره زيه زي عمر معوض. عمر معوض طبعا ما نقدرش ننسى عمر معوض، واحد برضه من نجوم فريق 2005 طبعا. ولكن يمكن انا كلامي دايما مع الرجاله ان انا ما عنديش اساسي واحتياطي، كل الناس بتاخد نفس الشغل بنفس التركيز بنفس الاهتمام، لان انا دايما بقول لهم كل لعيب هيبقى ليه دور ودور كبير جدا على مدار الموسم. المهم ان لما يجي لك وقتك تبقى واقف على رجليك بشكل كويس، تأدي وتدي لفرقتك اللي المفروض على مدار السنه احنا مستنيينه منك. النهارده الحمد لله يعني اتكلمنا مع الاولاد على بقالنا اكتر من 4 5 ايام قبل الماتش، حضرنا كويس جدا، اتكلمنا معاهم على فرقه الزمالك، نقاط القوه ونقاط الضعف، وهم فرقه محترمه جدا. فحتى امبارح لما اتبلغنا ان ممكن يكون المحترف الجديد بتاع الفريق الاول هيكون موجود، موتيابا لعب النهارده، طبعا كان موجود النهارده، اتكلمنا معاهم ان احنا ما بنشتغلش على افراد كويس. احنا بنشتغل بجماعيه، وبنشتغل ان احنا لازم نقفل على نقاط القوه عندهم ايا كان مين اللي هيشتغل. يمكن انا قلت لهم الكلام ده يعني امبارح في المحاضره واول امبارح كمان، قلت لهم احنا نقدر الماتش ده الشوط الاول ننهيه، وبصراحه الاولاد نفذوا ونفذوا كويس قوي كمان. يمكن احنا الشوط الاول ضيعنا جول واثنين غير الجول اللي احنا جبناه، وده كان سبب كافي ان هم يحسوا ان احنا لا نقدر، ونقدر من بدري ونقدر بكتير كمان، مش بهدف بس. يمكن حتى الشوط بين الشوطين في المحاضره اتكلمت معاهم قلت لهم انا متعادل 0-0، محتاج اجيب جول ومحتاج اجيب الثاني عشان اامن المباراه بشكل كويس. والحمد لله الاولاد كان عند حسن الظن النهارده وادوا بشكل كويس. يعني بصراحه انا مبسوط منهم جدا جدا النهارده، لان اي مدير فني بيحط سيناريو بيطلب من لعيبته اكتر من مهمه، بيبقى متوقع ان هم ينفذوا 80 90% من المهام اللي طلبت منهم. لا النهارده بصراحه نفذوا 100% من اللي طلب منهم النهارده. الهدف الاولاني حلو قوي، احنا بنعرضه، انت معانا على التليفون دلوقتي يا كابتن حسن. يعني اسيست رائع من فارس خالد، ومحمد احمد شيبه راح وحطها يعني بمنتهى القوه، يعني الهدف الاول للنادي الاهلي. خليني اقول لحضرتك كمان يا كابتن اسامه، يعني قبل ما اتكلم على السرو طبعا المميز من فارس خالد، يعني فارس واحد من اللعيبه اللي ان شاء الله يبقى مستقبل النادي الاهلي زي زمايله كتير موجودين جوه فرقه 2005 وفي قطاع الناشئين ككل. الكلام ده احنا اشتغلنا عليه، وعايز حضرتك تبص كمان على جزئيه مهمه. اتفرج حضرتك على شهاب وهو رايح الانفراد
ابراهيم عادل كان ورا الاثنين المساكين بقد ايه؟ وقبل شهاب ما يحط القرار في الجول ابراهيم عادل كان تقريبا قبله بيرضى. احنا قلنا لازم لما نيجي نروح للجول يبقى عندنا القرار جماعي مش فردي، كان عنده دي وكان عنده ان هو يحط في الجول. الحمد لله اشتغل في المرمى، اشتغل بشكل كويس. واتكلمنا ان احنا فرقه نادي الزمالك احنا عارفين ان هي عندها عناصر في النواحي الهجوميه. ده اللي انت لعبت عليه في الشوط الثاني في الزياده العدديه وفي المرتدات، خاصه في الهدف الثاني اللي احنا شفنا فيه زياده عدديه على مدافع الزمالك 3 على 2. اقول لحضرتك ان الكلام ده كان مقصود وانا قلت لعبت كلمتين. فرقه الزمالك كانت عارفه كم الغيابات اللي كانت موجوده عندنا في النادي الاهلي، وانا قلت للعيبه خلي بالكم عشان هم هيبقوا طمعانين فينا جدا. كويس. واحنا بصراحه يعني زي ما بنقول كده ايه، رمينا الطعم بتاعنا ان احنا هنقفل بشكل كويس وان احنا هنقدر نسحب الناس ان هم يهاجمونا بسته وسبعه وثمانيه. كويس. ونقدر ندافع في اماكن معينه في اعداد معينه، ولما نقطع يبقى في تحولات بشكل معين. كويس. بافراد معينه. الحمد لله ان الاولاد نفذوا بشكل كويس. والسيناريو اللي احنا حكيناه لهم يعني قلت لهم الكلام ده هيحصل ازاي. حتى النهارده قبل الماتش لما جالنا التشكيل قلت لهم التشكيل اللي نازل يلعب قدامكم ده تشكيل يعني كل الفرقه طايره، كل فرقه الزمالك طايره. احنا مش مطلوب مننا غير ان احنا نقفل في جزئيتين معينين بنشتغل عليهم، دول لازم يتقفلوا بشكل كويس. ويبقى في تحولات، ومش تحولات بس كمان يا كابتن اسامه، لو حضرتك كده نشوف الشوط كله بقى بشكل عام الاولاني. احنا كنا بنشتغل ضغط عالي في اوقات كتير من الماتش في انا قلت بعد الهدف الاول للنادي الاهلي كان في تصدي رائع لحازم جمال، لكن كان ممكن النادي الاهلي ينهي المباراه في الشوط الاول بهدفين وثلاثه. وده كان السيناريو. وده كان السيناريو. وانا حتى طلبت من اللعيبه ان احنا واحنا بنشتغل النهارده في بعض المواقف، يعني يمكن حضرتك النهارده بتتكلم ان يوسف جمال النهارده موجود في نص الملعب، طارق فوزي اللي هو المساك والباك ليفت موجود في نص الملعب، يعني الثلاثه كان يوسف جمال وفوزي واحمد وحيد الثلاثه كان ليهم ادوار هجوميه على الرغم ان هم مقوماتهم وامكانياتهم دفاعيه اكبر. تمام. فالحمد لله لا كان ليهم النهارده يعني دور كبير جدا. النهارده انت بتلعب المباراه في ملعب 100 عقبه، اكيد مباراه مش سهله، اهلي وزمالك قمه مصغره، مباراه مذاعه اعلاميا على شاشات التلفزيون، الكل بيتابعها، برضو ليها تحضير نفسي قبل المباراه يا كابتن حسن. كلام مظبوط يا كابتن اسامه. ويمكن انا كلامي مع لعيبتي ان احنا رايحين بنشتغل في ملعب لاحترامه طبعا نادي الزمالك نادي كبير، وانا أكيد. بالمناسبه اسمح لي ان انا اشكرهم جدا النهارده على المقابله اللي اتقابلنا بيها من اول ما دخلنا النادي لحد ما خرجنا من النادي الامن موجود معانا لحد ما خرجنا للباص بتاع الفرقه بره النادي خالص. بشكرهم جدا بصراحه. الامور مختلفه جدا. نادي الزمالك نادي كبير ونادي محترم. بتمنى له التوفيق طبعا في اللي جاي، ولكن كان كلامي مع لعيبتي كل الاحترام لكل الانديه، ولكن احنا النادي الاهلي. النادي الاهلي لازم يفرض شخصيته ولازم يبقى ليه كلمته جوه النادي جوه الملعب وجوه اي مباراه، حتى لو كان اللي احنا بنطلبه من لاعبتنا ان هم في توقيتات معينه يبقى في تظاهر ان هم بيدافعوا، لكن هم مش بيدافعوا. احنا محتاجين فرقه الزمالك تجيبنا في مساحات معينه عشان نقدر نشتغل معاهم في مساحات احنا محضرين لها. وده اللي ظهر النهارده زي ما حضرتك قلت. الجون الثاني احنا رايحين 3 على 2. الشوط الاول مضيعين اكتر من فرصه كان عندنا فيها زياده عدديه. وقبل كل ده طبعا توفيق ربنا لينا في ان احنا نجهز سيناريو للمباراه. والكلام ده انا قلته لعيبتي، قلت لعيبتي كمان احنا نقدر في الشوط الاول نخلص الماتش ده وبين الشوطين اغير 3 تغييرات. قلت لهم كده قبل المحاضره قبل الماتش بيوم، احنا ممكن الماتش ده الشوط الاول نخلصه الشوط الاول وبين الشوطين اغير 3 تغييرات، 3 وانا كنت اقصد الرقم. تمام. فهي دي الفكره. عايز اقول لحضرتك كمان بصراحه الجهاز المعاون اللي موجود معايا كابتن محمد صلاح وكابتن ابراهيم عبد الجواد وكابتن نحله دكتور فوده دكتور عبد الله كابتن عمار الرجاله الجنود المجهوله المعلومه عبد الكريم ورضا بصراحه قايمين بدور كبير جدا يا كابتن اسامه. أكيد. يمكن انا علشان المدير الفني فانا اللي ظاهر في الكادر دلوقتي وانا اللي
اللي واخد الشغل زي ما بيتقال. كل التحيه ليهم طبعا، يعني هم طبعا، لكن الناس دي ليها دور، ليها دور كبير جدا جدا جدا. جهاز معاون محترم وحاجه جميله جدا، ناس مخلصه جدا، وفعلا يعني انا بشكرهم جدا. وانا يعني زي ما بهدي لاداره القطاع كابتن وليد سليمان وكابتن بدر رجب وكابتن محمد شوقي كابتن احمد ناجي، الناس دول في ظهرنا وناس انا بشكرهم جدا على الدعم. بهدي مكسب النهارده للجهاز المعاون اللي معايا، دورهم كبير جدا معايا. لكن يا كابتن حسن، المهمه اللي جايه مهمه يعني صعبه وفي مسؤوليه كبيره. الماتشات اللي جايه ماتشات مهمه، انت النهارده فزت على الزمالك، فرحنا النهارده، نقفل بكره. الماتش الجاي عندك مين؟ الماتش الجاي عندنا بيراميدز، عندنا في النادي الاهلي. تمام، مباراه قويه، كل التوفيق ليكم ان شاء الله باذن الله. باكد على كلام حضرتك، انا الكلام ده النهارده قلته في الملعب بعد المباراه. كويس. قلت لهم احنا النهارده نفرح، بكره صفحه واتقفلت. انا عندي ماتش بعد 3 ايام. لو ما حافظناش على مكسب النهارده بمكسب الماتش اللي جاي، اللي هو انا بقول لحضرتك هيكون اصعب من ماتش الزمالك، ولكن ان شاء الله باذن الله هنحضر له بشكل كويس ان شاء الله، نفسيا وفنيا وفي كل النواحي، والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وهنكون معاكم ان شاء الله على شاشه قناه الاهلي، هنذيع لكم المباراه على الهواء مباشره باذن الله. طبعا بشكر حضرتك يا كابتن اسامه، وبشكرك طبعا على الدعم اللي احنا بصراحه من اول يوم ليا جوه النادي الاهلي، وانا شايف النادي الاهلي منظومه كبيره ومنظومه مختلفه. النادي الاهلي كيان ينجح اي حد، يعني اللي بيدور على النجاح يبقى موجود جوه النادي الاهلي. النادي الاهلي انا واحد من الناس بتشرف ان انا موجود جوه النادي الاهلي، وان شاء الله دي حاجه قليله نقدر نقدمها، واللي جاي ان شاء الله يبقى يعني اكبر واكبر، لان اللي جاي هيبقى اصعب، وان شاء الله احنا جاهزين له باذن الله. كابتن حسن محمد المدير الفني لفريق 2005، الف مبروك وشكرا جزيلا، كانت مداخله مهمه زي ما قلت لحضراتكم.